شكرا جزيلا. مصطفى الميسوري، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس. الحمد لله اليوم كانت أول دورة من بعد انتخابات أغسطس 2021، وكما لاحظتوا وحضرتوا معنا أنتم كمنابر إعلامية، الدورة دازت في أحسن الظروف، وكانوا في أربعة النقاط، ومن أهم النقاط اللي كانوا المصادقة على مشروع الميزانية ديال 2021. والنقطة الثانية هي انطلاقة ديال الموسم الفلاحي الجديد اللي كانوا معنا مسؤولين ديال الوزارة الوصية، وزارة الفلاحة والصيد البحري، اللي عطاو للناس الأعضاء والمستشارين عطاوهم واحد التقارير على الموسم الفلاحي الجديد اللي الحمد لله غتكون فيه الأسمدة متوفرة، البذور متوفرة، العوامل الإنتاجية هي تكون متوفرة إن شاء الله. وكنتمناو من الله. واحد الملاحظة اللي لاحظت في هذه الدورة هو التدخلات ديال السادة الأعضاء اللي كانت زعما في المستوى. هاد التدخلات ما كتعطينا الا واحد الدافع وواحد العزيمه باش نحاولوا نخدموا الفلاحه على الصعيد الوطني، وخصوصا جهه فاس مكناس. السيد الرئيس، كما كنعرفوا الفلاحه هي رفيعه ديال الجهه وديال المغرب كامل، وكما كنعرفوا جهه فاس مكناس هي واحد الجهه اللي هي فلاحيه بامتياز. شنو هي التصورات ديالكم المستقبليه وبصفتكم كرئيس ديال الغرفه؟ بطبيعة الحال جهة فاس مكناس هي من ناحية الفلاحية غنية عن كل تعريف على الصعيد الوطني، والتطلعات ديالنا هو كاين شي بزاف ديال المشاريع اللي غيكونوا إن شاء الله في هاد الخمس سنين الجاية، وكاين برامج حنا بالصدد ديال الاستعدادات ليها وكنوجدوها إن شاء الله، وغنطلع للإعلام عما قريب إن شاء الله. واحد الرسالة قصيرة توجهها للفلاحة بجهة فاس مكناس. الفلاحه، حنا كما تيقولوا الوالد ديالي فلاح، وحنا فلاحه وعايشين مع الفلاحه، وحنا هنا في هذا المنبر وفي هذه الغرفه الا باش نهزوا دوك الهموم ديال الفلاحه والشكايات ديال الفلاحه ونوصلوها للناس المسؤولين. وكنبغي نوجه واحد الرساله للفلاحه، زعما الامور راه غاديه الى احسن ان شاء الله، غتكون الامور غاديه الى احسن.